اهلا وسهلا فيكم مواليد برج الثور. كيف بده يكون هيدا الاسبوع من الاثنين 10 حزيران لغايه الاحد 16 حزيران؟ اكيد هيدا الاسبوع في تحركات حلوه، ولكن بدي اياك شوي تنتبه ببعض الامور نهار الاثنين والثلاثه. انتبه من التاخير، من التاجيل، من عدم التفاهم مع البعض. يمكن في عندك امور تتعلق بعائلتك، مشكلة عالقة بدك تزبطها، أموال مالية تتعلق بالبيت والمشتريات وهالأمور كلها. ويمكن البعض في عنده مثل وراء بده يخلصها تخص العقارات، تخص البيت، استلزامات من مشتريات مهمة، أو عندك دعوة، عندك مناسبة، يعني شوي الأمور بتكون فيها ملبك. انتبه من التأخيرات خاصة بالعمل، ولكن الأمور بتصير أفضل أكيد ابتداء من الأربعاء صباحا والخميس للجمعة المساء. للجمعة المساء هون أنا بقول لك أنه بتنشط بكافة الأمور. يمكن عندك مناسبة سعيدة بهالأيامات هاي، من داعي عندك مع أصدقائك البعض، مع أحبابك، مع عائلتك، ولكن في فرحة، في مناسبة، وأنت بتكون متألق، عندك الطلة وعندك الجاذبية وبنالك الإطراء، وكمان بأعمالكم بيتضوا عليها. وفي شيء يمكن بتكون مثل على بالك المرح، على بالك النكت، كأنه ضايق خلقك مولود برج الثور وبدك تعبر عن رغبتك بالحياة. فهدول اليومين ونص بيكونوا رائعين لإلك. وكمان في فرحة حلوة تتعلق بولدك، يعني خبر مفرح يتعلق بولد. أما سبت وأحد كأنه بصير في عندك كتير شغل وضغط وواجبات وأعمال ومسؤوليات، وبتحس حالك مسؤول عن كل شيء، بتحس حالك مضغوط. بس أنا بتمنى عليك تطلب المساعدات. عندك يمكن مشتريات، عندك أمور تتعلق بعمل، خبر يتعلق بوظيفة، رد خبر، إيميل، حايس لتعرف أمور تتعلق ببسيطة. كل أمور كلها بتضالك، ولكن من ناحية تانية كأنك بدك تنشغل بأمور صحية بتتعلق فيك أو بتتعلق بعائلتك أو أحد أفراد العائلة. بس من ناحية أنا بقول لك أنه هيدا أصلاً الشهر حلو، في مكاسب مالية وازدهار خاصة بالأمور العاطفية. شوفك على خير.